قال إنكم ستجدون أثرة. الأثر أي ناس يستأثرون بالدنيا بأنفسهم، وهذه الدنيا استئثارها قد تكون لك حقوق فيها لكنهم يأخذونها لأنفسهم. قال فاصبروا، أو يكون عندهم انفتاح على الدنيا. قال فاصبروا، فاصبروا عن ماذا؟ الصبر هنا واحد أطاعت الله، واحد نعم عن حقوقكم التي ضاعت، اثنين عن عدم مجاراتهم في المنافسة على الدنيا. من منا عنده خلوي أحدث؟ من منا عنده سيارة أفضل؟ من منا عنده بيت أوسع؟ فقط هكذا نفكر، نهلك. لا إشكال أن تكون عندك أفضل السيارات، لكن من غير حرص ومنافسة، وبشروط ثلاثة: أن تكون هذه السيارة ثمنها من حر مالك، لا أن تكون مستقرض، أن القرض للحاجة وهنا لا حاجة. والأمر الثاني أن تكون لشيء معتبر مثل المتانة والقوة والراحة. والأمر الثالث ألا تتطاول على الناس. ومع ذلك جاء الشرع وقال لك إن البذاذة من الإيمان، أي الذي يستطيع أن يترك فاخر الأمور وهو قادر عليها وخصوصا في اللباس، فهذا خير في حقه. لما؟ لأنه لا يدخل على قلبه الابتلاء الذي قد يكون مآله إلى الاستسلام للدنيا. وبالتالي من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال جالس المساكين. لما؟ جالسة المساكين تذكرك بنعم الله عليك، وبالتالي لا تتنافس معهم على الدنيا. كم راتبك؟ 300. أنت راتبك 1000 مثلا، أو 500 أو 800 أو 700، هل 300؟ طب أنا راتبي معناته أنا إيش؟ أحسن منه بكثير. بينما إذا جالست الأثرياء كم راتبك؟ 5000. أنا إلا اللي بيجيني في هالشهر 1000، معناته فيزدري نعم الله عليه. انظر 1000 مقارنة مع الفقراء والمساكين، يجد نفسه نعم الله عليه إيش؟ كثيرة. بينما 1000 إذا جالس الأثرياء ازدرى نعمة الله عليه، فبالتالي سلب شكر النعم والصبر، وهذا الذي أراده ابن أبي الدنيا في هذا الحديث. قال فاصبروا عن مجارات الناس، فاصبروا عن ضياع حقوقكم حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم أمته على الحوض، وبالتالي من الذي يصل إلى الحوض؟ الثابتين الذين صبروا على أمر الله، وصبروا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبروا على رمي الدنيا وراء ظهورهم. قالوا سنصبر. وبالتالي أبو أدريس الخولاني عندما كان من التابعين فكان يجتهد في العبادة ويصبر عليها وينافس الصحابة فيما نقل إليه، وكان يقول
أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا وراءهم رجالا؟ والله لو زاحمنهم على الحوض. هكذا هو المنافسة بالخيرات، بالطعام، بالقربات، بالاستجابات. أما تنافس على جناح بعوضة ثم نجد أنفسنا في القبر، وما أسهل الموت وخصوصا في هذا الزمان. كم من قصة سمعناها في هذا الزمان عن الموت لأقوام كانوا بأجساد قوية. صلى الله عليه وسلم الختام لنا ولكم، فاصبروا.